صباح الخير جميعا، صبح عليكم. غيرنا الجدول شوي، ليش؟ لأن طال عماركم إذا رحنا زرمات ساعتين ونص رايح ساعتين ونص جاي فبيضيع اليوم، غير الشغلات اللي هناك بنسويهن. يعني عندي هني حوالين فيان وجنيف يمكن 4-5 أماكن ما يتم موجودات مخزنين من عندي في الجي بي اس، فإذا رحت هناك بتضيع السالفة كلها. فأنا اليوم بحاول أخلص 4-5 أماكن هي عندي، وأنا منتقل المدينة الثانية احتمال أطوف زرمات عقب أروح المدينة اللي أنا رايح لها إن شاء الله. أنا أشوف هالسيارة من أمس يشرشونها، مسوي لها شرش، ما أدري إيش الكهرباء هذه، ولا نص كهرباء ونص بترول، شونها من أمس يشرشونها السيارة. ذابح عني التليفون التصوير، صورت ربعنا اللي جابوا المركز الأول في السباقات البحرية، الجماعة يسوون تشيك أوت الحين، وسلمنا عليهم ومبارك لهم على المركز الأول، والتليفون ما ذبحني التليفون. بنشوف المغربي كان فاتح بنتريق عنده، طاجين بيض بنتريق عنده. صباح الخير أجين، غيرنا التليفون، وايد أفلام راحت، ساي علق التليفون. هذا كله من ريال اللي مضبط لنا. زي ما خبرناكم كنسلنا زرمات على أساس الوقت ما يضيع علينا، الحين رايحين مصنع الشوكولاتة، وبعدها بنطوف على 3-4 أماكن بنغطيهن هني في جنيف. من إفيان للمصنع 80 كيلو تقريبا، وعقب المصنع بنحاول نغطي 3-4 أماكن بنروح اليوم إن شاء الله. اليوم الجو عندنا حر، اليوم 21 درجة، طبعا حر 21، لا تطلعون انتوا عليكم، عندنا حر 21، نبقى تحت العشرين. باقي 50 كيلو عن المصنع، هذا هو الشارع، شارع واحد طبعا، فيان هو يعتبر شارع واحد بس. نحن الحين طبعا في سويسرا، طبعا سويسرا غير شوي في المناظر، تعتبر افضل مناظر عن اوروبا. ريقنا في هالكوفي، ريوقة فنان، تحصلونه في المحطات صراحة، ريوقة وايد فنان ما شاء الله. فولت المرسيدس مفضي مرة اللي توالع بسبعين يورو، فولت المرسيدس الباشا مالنا، قلت بسحب شوي يورو، عندي فرانكات وايد بسحب يورو، وأنا بسويسرا يوم سحبت طلع فرانك الحبيب شكلي مضيع اليورو. تحتاج ساعات كاش في بعض الأماكن ما عندهم بطاقة، بس الأغلبية عندهم بطاقة، بس بعض الأماكن الصغيرة شيء ما عندهم بطاقة، فتحتاج شوية كاش يعني يكون معك. هذا المرسيدس طولته بسبعين يورو، سبعين فرنك مالهم، أرخص عن يورو. باقي 3 كيلو عن مصنع الشوكولاتة، بنسوي لكم تقرير عنه كامل إن شاء الله. يقولكم باقي كيلو عن مصنع الشوكولاتة، طيب هاي القرية ظني فيها المصنع، أنا أول مرة أجي صراحة ميتة من قبل. كنا طال عماركم وصلنا المصنع، شوف سيارات واقفة، شوف اللي بل اللي مصنع الشوكولاتة، بنتذوق مخبركم. وصلنا المصنع طال عمركم، وهذا الباركن من المصنع، الباركن موقف مجاني طبعا، المنطقة حلوة، وحين مخبركم الباقي. هذا المصنع عرفتوه، نسلة مصنع نسلة الشوكولاتة، الحين رايحين إن شاء الله بخبركم الأمور كلها إن شاء الله. معايا الشلة هاي الحلوة وهاي الحلو، ويترو متصور. اليوم ناوي ياخذ بالدي، تعرفون البالدي؟ اعبيه شوكولاتة ويبي شيول، يوم باكل نص المصنع، يوم عندي نية سوداء. بس حر اليوم، حر عندنا هني حرورة، اشوف اليوم الله كريم حر حين سوداء. هذا بعد موقف قدام المصنع دايركت، بس ما ادري شو وضع الموقف هذا. هذاك الموقف، الموقف هذاك 200 متر دا.
الرحلة عبارة عن جروبات، مش باين يمكن عندك جروب، نحن جروب 37، يوم يزقرون جروبك تتحرك، جروبنا بعد شوي. طبعا هذا يوم تطلع تروم تشتري من هالمكان، نحن جروبنا 37 بعد مايا. هذه الحلويات اللي عندهم طبعا. يعطونك واحد قايد معاك يحوط وياك باللغه العربيه، طلبنا اللغه العربيه بيحوطون على الشوكولاته باللغه العربيه، بعدنا ما دخلنا لين الحين. وبعد ما تطلع في كوفي، يعني اذا تبت شوي تجرب الاشياء الحلوه عندهم، هذا الكوفي مالهم. رقمنا 37 بعد مايا، الساعة كم؟ أظني 12:40. ومحمد يلعب مع هزاع يارس. هزاع كاشخ بالبولو اليوم. هذا الجهاز مجاني، تبي تاخذه زي القايد يعني يخبرك ببعض الشغلات، مجاني عندهم. تريا دورنا بعد مايا، باقي شوي. الموضوع كله حلاوة، بس الموضوع اليوم كله حلاوة. تغدوا تغدوا عشان ما تعالي. يا دورنا 37، طبعا في الشاشة موجود 37 الحين، يأشر 37 مش واضح بس يأشر. دخلونا في مكان مظلم، تقول في القرن العاشر. الغرف هي عبارة عن 8 غرف، هاي الغرفة الأولى، هاي الغرفة الأولى مظلمة، بندي الليتات شوفوا. في ممر طويل نحن مظلم، الزعزعق بالظلام. تحط جهاز في رقبك يتكلم عربي، يقول لك الحجرة الأولى شو فيها، والشوكولاته كم يستخدموها بسويسرا وهالامور. نحن الحين بالغرفه الاولى، هاي الغرفه الثانيه. الحين احنا في الظلام ما شفنا الكافي مالهم وين. دين الحين الحجر يقول لك شو الشوكولاته وشو فائدتها وشو ما ادري شو، ولكن صراحه للحين كله خريط، ترى ما في شيء عيبني يعني. هاي الحجره اظن الرابعه، عباره عن حجر يوم تدخل الثانيه تسكر الأولى شي يعني. يعطونك بالعربي شو الشوكولاتة وكيف يبونها وكيف استخدموها قبل وكيف ما أدري شو. شو الكابتن هذا مسوي حلاوة؟ مستل هذا وانا. حط الجهاز هنا اساس يعطيك المكان شو سالفته. المكان عبارة عن 8 غرف، كل غرفة تتكلم بداية نشأة الشوكولاتة ومنو الشباب اللي مسوين شوكولاتة. الحين أتوقع في الغرفة الخامسة نحن.
أول ما تقرب الجهاز وأنا تفهم شو يقولون، تحط جهازك هني يقولك شو السالفة، قطع راح عند الجهاز الثاني. أيوة ها شو يقول؟ بس خلاص شو قال؟ شو يقول؟ إيه حطيها. هذا الحين يصنعونه دايركت تشوفونه جايينكم البلاد، هذا الحين بيجيكم شفتوها. اكلت حلاوة لين قلت بس لا عجب من حلاوة، باقي بعد حبة هذه صح وطبة ما اعرف شو اسوي بها. المصنع طال عمركم بالنسبه للدخول الثمان غرف عادي، اخر غرفه على شيء اللي فيها الاكل دحينا حلاوه قلنا بس، اما الباقي تعريف فقط. اللي يحب التعريف يعني كيف بدت الحلاوه منو مسوينها ومنو هذا زين، اما كحواطه غرف مسكره وصغيره يعني ما تسوى صراحه. بس مكان الشوبينج حلو وفي كوفي حلو، مكان الشوبينج يعني انك تشرى حلاوه وهذا كله فريش وحلو صراحه. ما شاء الله على ربعنا العرب كل واحد جايب شغاله وشغالتين، ما حد بيشغلني عنده شغاله اذا بيزفرني سويسرا. الله الله ييسر ان شاء الله. خلصنا من المصنع، هذا هو المصنع. قلت لهم بقرب لكم السياره هني التذاكر تحت تذاكر من هالمكان. المكان جميل عند شوف عند المصنع. كان جميل بس قريب لهم السيارة، السيارة شوي 200 متر عن المصنع، تروم تقرب قدام المصنع وتوقف ترى. طبيعة في سويسرا غير صراحة. هذا موقف السيارات، موقف مجاني طبعا. زي ما خبرتكم المصنع ما يسوى هاك الزود يعني كدخول بالحجر ما يسوى، اما كمشترى زين اللي بيه شره حلاوه اوكي يعني. الا الحجر رقم 8 تم تاكل لين تقول بس ما حد يكلمك مره، تحب بطنك من الحلاوه ما حد يرمسك. وتحياتي لكم. اللي بيه وقف عدال الباب فيه بفلوس موقف ابرك لك، وقف بفلوس عدال الباب ولا تمشي 200 متر او 300 متر يعني اذا عندك عيال. انا ما كنت اعرف الموقف هذا انه في موقف قريب. هذا الموقف موقف قريب مره مرة عند الباب، أنا عند الباب أقف الحين. بروح لوزان شارع التسوق في لوزان، تبعد مني كم 58 كيلو كاتب الجي بي اس. الأمور طيبة يا جماعة مرة في أوروبا، الأمور طيبة الحمد لله. واللي بياخذ بياخذ بطاقة فيدافون يقول له بس انترنت بس نت بس. باقي 40 كيلو عن لوزان، بروح شوي شارع التسوق
طريق في سويسرا وطرابلس. بخصوص مصنع الشوكولاتة، عيبهم اللي حطوا السماعات بأذنهم استانسوا وقالوا عرفنا كيف الشوكولاتة وكيف بدايتها وشو صار في الحرب الشوكولاتة، كل شيء قالوا. اليوم الجو حار، يعتبر اليوم وايد حر اليوم. شوفوا الجو، شوفوا الغيم. في طريق لوزان يدلعون، يقول لوزاني، باقي 20 كيلو عن الطريق فوق اللي بلنها. طال طال المنظر كيف. هذا الحين طال عماركم شارع التسوق في لوزان. شارع التسوق عندكم في لوزان، هاي لوزان. بعد لوزان النية تلفريك، لأن ما ركبنا تلفريك، فيها جنيف تلفريك فنان راكبنا قبل 15 سنة، الحين برد مرة ثانية إن شاء الله. الشانز مالك مكان في لودريه، هني يدورون حد بس يدش ياكل عندهم. نحسي بالطول. يبالنا الحين هني حيد ستاربكس، أنا أظن هناك في ستاربكس. يبالنا آيس كريم ولا ناخذ لنا كوفي. بخصوص المواقف لا توقفون فوق، لان فوق لك ساعه بس ما تقدر تاخذ راحتك، حاول دور المواقف اللي تحت الارض. فحركنا السياره، وقفنا الشاحن تحت الارض، هذا متوقف تحت الارض وانت داش يبالي اروح اشغل. وقفنا الشاحوف مالنا تحت الارض، المشكله يوم تي توقف تحت تي دواوير عادي هاك الطويل يوم يدور، مشكله شغلانه صراحه. يوم بتوقف برا يقول لك ساعه بس، يا اخي ساعة شو بتسوي فيها ساعة؟ أنت تبعد عن السيارة ساعة ليش؟ على الأقل ثلاث ساعات يعني. شباب مطرشين يقول أنت قيمت الداتا، ها شباب نوقف تصوير عنكم ولا شو الترتيب؟ مطعم هندي فنان، عاديته قال 6:30 يفتح، الحين قال بكلم الأرباب يمكن أفتح لك مطعم. لا أبوي لا تكلم الأرباب خلاص ما نبغاه. هذا فتحت الطريق طاع ويسلم، شفتوا؟ يبغى طريق على أساس إنه يسلم عليك يوم تفتح الطريق حق راعي الدراجة. أنا رايح صوب تلفريك إن شاء الله. ليش يمغط ريله؟ طبعا انت تكون مسرع لا تفتح لا تشل ايدك عن السكان، فاستخدم ريلك في الدراجه. مداخل جنيف عاده تكون زحمه كل مره، ما طالعين من الدوام ما ادري ايش. تلفريك باقي له 10 كيلو بس زحمه شويه. سبب زحمة جنيف، كملنا ساعة في زحمة جنيف خلاص ما نبت التلفريك، خلاص بنروح نقضي يوم بقية اليوم في إيفيان إن شاء الله. هذا مركز الحدود بين سويسرا وفرنسا، هذا هو مركز الحدود. رايحين طال عماركم الفندق، بنصلي إن شاء الله، بننزل بناكلنا شيء، ونبي الغروب مال إيفيان، بنصوركم الغروب إن شاء الله، بنصوركم زي ما قلنا الغروب في إيفيان، حلو الغروب في إيفيان إن شاء الله، بنصور لكم مناظر جميلة إن شاء الله. أسعد الله مساكم، مساء الخير جميعا. نتغدى بنتعشى في النص، الأكل اللي في النص وزين، عوالي وجبة ده اللي في النص زينة، وعقب إن شاء الله نصوركم غروب إيفيان، شمس إيفيان، غروب عندهم الغروب وايد حلو. باكر رايح مكان ان شاء الله 4 ساعات من إيفيان، بجلس فيه يومين، بزور فيه منطقه بعيده. شو المكان هذا 4 ساعات من إيفيان؟ يلا اللي بيعرف المكان رصيد 100 درهم سولف ياكم. هذا الله يسلمكم المطعم اللي في فندق
هيلتون إيفيان في مطعم عربي والأشياء موجودة عنده. غروب طال عمركم شمس إيفيان. هالبحيرة اللي قدام الفندق على طول. هاي النملة تلعب هناك والبطل يلعب هنا. هذا الفندق مالنا. هاي البحيرة الناس كلها تمشي. أحلى شيء في إيفيان وقت الغروب الناس كلها تمشي وتسوي رياضة على الكرنيش. كرنيش شكله كرنيش ابو ظبي مال الاول شيء حلو يعني. مكان جميل ما شاء الله. شوفوا اللي بياخذ الفندق فيان يومين فنان المكان. هالكرنيش الناس اللي سألوا عن الشريحة أي شريحة بتشتغل فيدافون تقريبا اشتغلت في كل الدول معاي وللحين شغالة داتا فقط وليس اتصال. بس في شغلة شغلوها تجوال بيانات تدخل على المكتوب بالعربي خلوي عقب تجوال بيانات أساس تشتغل معك الداتا في كل مكان. واللي يبيع شريحة حق اتصال عندكم ليبارا أو لايكا موبايل هاي زينات حق الاتصال على الخليج يعني فأسعرها زين يعني. اليوم رحت مصنع الحلويات الشوكولاتة هذا 3/5 قيمة زين لا باس اللي بيزوره يعني ما عندك مشكلة. بعدها رحنا لوزان شارع التسوق زين شارع لا باس خذنا فيه 3 ساعات. رحنا مطعم الهندي حصلناه مسكر قال يفتح الساعة 6.